تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ضرارية من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين نقل وتحضير المخدرات الصلبة. بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش أسفرت العملية عن ضبط وحجز سلاح ناري، بندقيتي صيد بحرية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 160 مليون سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 1695 أورو، 1 كيلوغرام من المخدرات الصلبة، 3968 قرص من المؤثرات العقلية، 103 غرام من القنب الهندي، مواد وأدوات تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة، 32 سلاح أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأصناف، شماريخ نارية.